يبدو أن الموالين لأوروبا في أوكرانيا يشيطون غضباً من رئيسهم الذي لا يريد التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. محتجون أكثرهم طلبة تجمعوا في ساحة الاستقلال المسماة ميدان للضغط على الرئيس فيكتور يانوكوفيتش كي يوقع الاتفاق مع أوروبا في قمة فيلنيوس. خلال فترة رئاسته توصلنا إلى فهم أنه رجل غير شريف ولا يفعل أي شيء لجعل هذا البلد أفضل وتحسين ظروف الناس. أثق في حكمة رئيسنا وأعتقد أنه سيتخذ القرار المناسب لهذا البلد وليس لنفسه فقط، ونحن نأمل في ذلك، ولكن إذا لم يحدث سنتخذ الخطوات اللازمة والاحتجاجات لن تنتهي. ويعتزم المؤيدون لأوروبا الخروج وتكوين سلسلة بشرية طولها أكثر من 600 كيلومتر بمشاركة مليوني شخص.